محمد كراد مستثمر شاب ومالك مركب سياحي خاص بشاطئ ترقة بولاية عين تيموشنت، هو واحد من عديد رجال الأعمال اختاروا هذه الولاية الساحلية المميزة لإنشاء فنادق ومركبات سياحية بمقاييس عالمية، أين وجدوا كل البنى التحتية المهيئة. أكثر من 40 هيكلا سياحيا بالولاية ساهمت جلها في خلق مناصب الشغل ورفعت من نوعية الخدمات السياحية. La ville de Aïn Témouchent, ce projet, il y a deux objectifs. Le premier objectif, هناك هدفين من هذا المشروع في عين تيموشنت. الأول تقديم صورة جميلة حول السياحة بكل جوانبها، والهدف الثاني هو خلق مناصب عمل. إضافة لإعطاء صورة إيجابية عن السياحة المحلية، فإن هذه المؤسسات الفندقية تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المحلية خاصة في موسم الاصطياف. هذه الجديدة يعني من نوعية يعني مميزة وراح ترفع عنا من نوعية الخدمات السياحية. بالإضافة إلى ذلك نعرف بلي المؤسسات الفندقية يعني عندها دخل كبير جدا في التنمية الاقتصادية للبلديات من ناحية مناصب الشغل التي تحدثها. بالإضافة إلى ذلك هناك لي تاكس دو سيجور، يعني هذه الغرامات تاع الإيواء اللي تستفيد منها البلديات مباشرة. بالإضافة إلى ذلك أنه عندنا دي كونسيسيون اللي مديناهم المؤسسات الفندقية، المداخيل تحت رعود مباشرة للمؤسسات البلديات. وإن كانت هذه المركبات والفنادق السياحية تستقطب السواح من كافة أنحاء الوطن، يبقى الخروج من السياحة الموسمية إلى سياحة دائمة أهم تحديات ولاية عين تيموشنت.